بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله الذي جعل لعباده مواسم ليتزودوا فيها من الخيرات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته والأسماء والصفات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المؤيد بالبراهين القاطعة والمعجزات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ذوي المناقب والكرامات، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أنكم في العشر الأواخر من رمضان التي هي ختام الشهر وهي أفضله، فاغتنموها رحمكم الله بالأعمال الصالحة والتزود من الطاعات. فمن كان محسناً في أول الشهر فليضف إلى إحسانه الإحسان في ختام الشهر، ومن كان مقصراً فليجبر تقصيره قبل فوات الأوان بالاجتهاد في هذه العشر، فإن الأعمال بالخواتيم، ولا تزال الفرصة معكم فاغتنموها واشغلوها بالخير والطاعات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في هذه العشر ما لا يجتهد في غيرها، كان يخصها بمزيد اجتهاد وعبادة. فكان صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، إذا دخلت العشر شمر وشد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله. ومعنى شمر وشد المئزر أي اعتزل النساء وطوى فراشه وأقبل على صلاة الليل، وأحيا ليله يعني اجتهد في صلاة الليل أكثر من غيرها في هذه العشر المباركة. وقد اختلف العلماء في معنى إحيائه الليل في هذه العشر على قولين. القول الأول أحيا ليله يعني كله، كما في رواية أخرى لم يذق غمضة. والمعنى الثاني أو القول الثاني أحيا ليله أي معظم الليل، لأنه صلى الله عليه وسلم ليس من هديه إحياء الليل كله، وإنما ينام منه ما يسر الله لينشط على العبادة ثم يقوم من آخره. ومن مزايا هذه العشر أيضا أنها الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر أكثر من غيرها. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى ليلة القدر في العشر الأواخر، كان في الأول تحراها في العشر الأوسط، ثم ترجح لديه أنها في العشر الأواخر، فصار يجتهد في العشر الأواخر طلبا لليلة القدر.
التي قال الله جل وعلا فيها: ليلة القدر خير من ألف شهر، فمن قامها اجتهد فيها فكأنما قام ألف شهر، أي 83 سنة وزيادة أشهر، وهذا خير كثير، فهي ليلة مباركة وليلة عظيمة جعلها الله في هذا الشهر رحمة بهذه الأمة لقصر أعمارها، فهذه الليلة تجبر قصر العمر لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. ومما كان يخص به صلى الله عليه وسلم هذه العشر أنه كان يعتكف في المسجد، والاعتكاف معناه البقاء في المسجد لعبادة الله عز وجل بالصلاة والذكر وتلاوة القرآن والتفرغ للعبادة، بأن يخلو بربه ويتفرغ من أمور الدنيا وينعزل عن الناس في المسجد ويكون في ناحية من المسجد يعتزل فيها، إما في حجرة وإما في خباء يضرب له، وإما في مكان خال يبقى فيه ولا يخرج إلا للصلاة، صلاة الفريضة. هكذا الاعتكاف لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل، ولا بد أن يكون هذا المسجد تقام فيه صلاة الجماعة، فلا يعتكف في مسجد مهجور قد ارتحل أهله، ولا يعتكف في بيته، لا يعتكف في بيته لأن هذا محرم، لأن اعتكافه في بيته يقطعه من صلاة الجماعة بل وصلاة الجمعة. وقد سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولا يشهد الجمعة ولا الجماعة، فقال: هو في النار. فالخلوة التي تقطع عن صلاة الجمعة وعن صلاة الجماعة توجب النار، وهي خلوة المبتدعة. أما الخلوة المسنونة فهي الخلوة في المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هذا هو الاعتكاف المشروع. وقد لا يتيسر لكثير من الناس أن يعتكف، ولكن عليه أن يبادر إلى المساجد ويبكر ويجلس فيها ما تيسر له، ويجعل غالب وقته في المسجد، لأن هذا نوع من الاعتكاف، فيحرص المسلم على وجوده في المسجد بمعنى أنه يجلس فيه يصلي، يكثر من النوافل، يجلس فيه يستغفر الله ويذكر الله عز وجل. وأعظم ذكر لله تلاوة القرآن الكريم، فيكثر من تلاوة القرآن الكريم في المسجد سواء كان معتكفا أو كان أتى للصلاة، يبكر لأجل أن يقرأ ما تيسر له من القرآن. فهذه عشر مباركة وموسم عظيم تخص بالتهجد في آخر الليل. التراويح هذه في كل الشهر من أوله إلى آخره،
هذا شيء معلوم. أما التهجد في آخر الليل في المسجد إنما يكون في العشر الأواخر. كان السلف رحمهم الله من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان كانوا يتهجدون في المساجد جماعة خلف إمام واحد، وكانوا يطيلون القيام والركوع والسجود حتى يخشوا أن يفوتهم السحور، ألا ينصرفون إلا بقدر ما يتسحرون، وكانوا يطيلون الصلاة حتى كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، كل هذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا دخلت العشر جد واجتهد وأيقظ أهله. كذلك لا يقتصر الإنسان على نفسه، بل يهتم بمن في بيته من النساء والذرية، فيأمرهم بصلاة الليل والتهجد في هذه العشر، ويأمرهم بالحضور مع المسلمين، ليشاركوا المسلمين في هذه العبادة ويحصلوا على الأجر والخير والثواب، لا يتركهم يضحكون ويسرحون ويمرحون، أو يتركهم ينامون أو لا يدري أين يذهبون، بل عليه أن يحزمهم على طاعة الله عز وجل ويربيهم على الخير. فإنهم إذا اعتادوا في هذه العشر صلاة الليل وذاقوا طعمها فإنهم يداومون عليها، لأنها أيام مباركة تربي على الخير. والمسلم لا يقتصر على نفسه، بل يدعو إلى الله ويبدأ بأهل بيته، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فأهل بيتك تحت مسؤوليتك أيها المسلم، تحت مسؤوليتك تربيهم على الخير وتعودهم الخير حتى يعتادوه. هكذا لو أن بيوت المسلمين كلها أو غالبها عملت بهذه السنة لصلح الناس وصلحت البيوت، صلح الذراري. وإنما الفساد ينشأ من الإهمال وعدم المبالاة، فالوالد لا يبالي بأولاده ولا يدري أين ذهبوا، بل هو مضيع لهم، فهو مضيع لرعيته، هو مضيع لرعيته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فاتقوا الله عباد الله، استدركوا هذه العشر المباركة العبادة المتنوعة من صلاة وقراءة قرآن وذكر لله عز وجل واعتكاف في المساجد واعتياد لها وتردد عليها، لعلكم تنالون من خيرها، ويختم لكم شهركم بختام الخير. فإن هذا الشهر كله مبارك من أوله إلى آخره، ولكن في آخره فضيلة على أوله، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم في آخر الشهر أكثر من غيره. فاحرصوا رحمكم الله على اغتنام هذه الأيام المباركة، ولعلكم تدركون هذه الليلة العظيمة ليلة القدر، وتنالوا من الله عظيم الأجر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. تنظر نفس ما قدمت لغد. أكثر الناس إنما ينظر ما قدم لدنياه وما حصل في دنياه وكم له من الأرصدة وكم له من الأموال والمساهمات في الشركات، ينظر في دنياه ولا ينظر ما قدم لغده. والله جل وعلا إنما أمر بالنظر فيما قدمه لغده، لأنه هو الذي يبقى له وهو الذي يلقاه عند الله سبحانه وتعالى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، فمن وفقه الله جل وعلا لعمل صالح في هذه الأيام وفي غيرها فليحافظ على عمله، ليحافظ على عمله من المبطلات، ليحافظ على عمله من الأمور التي تضيعه عليه. فقد جاء في الحديث أن أناساً قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم. قال صلى الله عليه وسلم: إن أقواما يأتون يوم القيامة بأعمال أمثال الجبال، يعني أعمال صالحة كثيرة أمثال الجبال، فيأتي وقد ضرب هذا وقد أكل مال هذا، ويأتي وقد سب هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه فطرح في النار. هذا هو المفلس. فالمسلم إذا عمل عملاً فليحافظ عليه تمام المحافظة. وأعظم ما يبطل الأعمال الصالحة الشرك بالله عز وجل، بأن يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله، يدعو الأموات، يدعو القبور، كما عليه كثير من المنتسبين إلى الإسلام اليوم الذين ابتلوا بعبادة القبور والأضرحة، تعلقوا بها، قد يكثرون من الصلاة والصيام والأعمال الصالحة لكن يسلطون عليها الشرك بالله عز وجل، فيدعون مع الله غيره فتحبط أعمالهم. لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فعلى المسلم أن يحافظ على عمله. قد لا يحصل من المسلم شرك، ولكن يحصل منه غيبة أو نميمة يتساهل فيها، يتطاول في أعراض الناس، ثم تذهب حسناته للمظلومين، فهو يعمل لغيره ويأتي يوم القيامة مفلساً. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فحافظوا على أعمالكم تمام المحافظة أكثر مما تحافظون على أموالكم وأرواحكم،
فإنها هي رأس مالكم عند الله سبحانه وتعالى. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً رخاءً سخاءً، وسائر بلاد المسلمين عامةً يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واردد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح ولاة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح بطانتهم، وأبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين. اللهم ولي علينا خيارنا، واكفنا شر شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم كف عنا بأس الذين كفروا، فأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واكفنا شرورهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم شتت شملهم، وفرق جمعهم. اللهم اهزم قوتهم. اللهم دمرهم تدميرا. اللهم اسدد وطأتك عليهم، إنك على كل شيء قدير. فإنهم آذوا عبادك، وخربوا بلادك، وأرهبوا المسلمين، تطاولوا على الناس بكبريائهم. اللهم إنك بالمرصاد. اللهم اكف المسلمين شرهم. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. اللهم اكفنا شرهم بما شئت، إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، قد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. اذكروا الله يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر. والله